بمبادرة من والي ولاية وادي فيرع إسحاق أحمد أرجا، وبمشاركة المسؤولين الإداريين والعسكريين وجمعيات المجتمع المدني، جاءت حملة تنظيف المؤسسات التعليمية لمدينة بلتن، وذلك بهدف تأهيل بيئة تعليمية نظيفة قبيل انطلاقة العام الدراسي 2020-2021. والي ولاية وادي فيرع الجنرال إسحاق أحمد أرجا دعا إلى توسيعة نطاق الحملة لتشمل جميع مدن ومناطق إقليم وادي فيرع. الغمنة ولاية وادي فيرع ليس بلدين فقط، نقوم كل محافظ، كل سوبر بتيل، نقوم بأهمية كبيرة. أي برفه أي سوبر بيه، نحن أعتقد أنا أعتقد جوبرنر ده نقوم ننزل كل مدارس. رئيس جمعية أولياء أمور التلاميذ بمحافظة بلتن حسن عبد الله حسن أثنى على حملة النظافة ووصفها بأنها الأولى من نوعها. قاموا أول مرة سووا رمز أمام النظافة، وده أول مرة يحصل لنا في بلتن، وده كان نشكره زيادة، وشيء ده يخلي للطلبة ذات يسجلوا إن شاء الله يقروا. هذا فإن بلدية مدينة بلتن قامت برش المؤسسات التعليمية بالمبيدات الحشرية، وذلك للقضاء على البعوض وتعقيم الفصول لتلاميذ مدينة بلتن.